وما ننساوش بانه كتعرف حتى بالتراث ديال المنطقه الشرقيه والتراث ديال مدينه بركان. وبالمناسبه يعني كنشكر المنظمين وعلى راسهم السيد هشام البروج واظن واحد كلمه من عندي انا بغيت تكون واحد الكلمه موحده ما بين لقجع وما بين هشام القروج باش على الاقل باش يكون جوج ديال الماراثونات يكون واحد الماراثون بواحد الصفه اللي هي عاليه جدا احسن من جوج مقسمين والله المعين. اليوم انت شنو التصور ديال هذا الماراثون هذا؟ ودي بادره حسنه هادي على هشام القروج كينظم هاد اللقاء بحال هادو ديال الابطال لان هادي ديال بالنسبة للناس المهم الإنسان يجري كيف ما كان الحال الإنسان بدا يجري وهذه راه هذه هي سنة الحياة ديال الإنسان يجري ودير الرياضة هي أول حاجة ياك وحنا عاوتاني هذه فرصة أن كنخرجوا الأولاد ديالنا يشوفوا الماراثون ديال مدينة بركان وهذه مدينة بركان يعني تهدي باش الأمور كتوصل للعالمية يعني مدينة بركان تولي معروفة على الصعيد العالمي. شنو رسالة لك هشام قروش؟ نعم شنو رسالة لك سي هشام قروش؟ هشام قروج راه واحد البطل من مدينه بركان هذا هذه افتخار بدا لينا حنايا كبطل مدينه بركان بطل عالمي اولمبي هذا افتخار لينا حنايا وفي نفس الوقت هنا كيجيبوا ابطال اخرين كيجيو بركان بحال سعيد عويطار بحال اللي هو المتوكل كيجيو هنايا وكينظموا هذا الحدث هذا اللي هو حدث عظيم عظيم جدا. زاد 2006 انا فرحان اللي دار هشام قروج هذا الناس في الماراثون شاركت انت يا. كي كان المشاركه واش ديرونجيتو في الطريق واش ما ديرونجيتوش كلشي مزيان قول شويه انا كي كان المهم مزيان شاركتو مزيان جريتو مليح لا هو انا نبقى هشام كلش من كان هذه يلا نجيو بركان شكرا ماراثون عجبني مديت في هاد الميداليات وعجبني مزيان جريتو مزيان كلشي مزيان كلشي عجبني مزيان. الاسم ديالك ومن اي مدينه انت؟ شيماء صالحي جامعة مدينة تاورت المسابقة تاع هشام القروج نصف الماراثون 10 كيلومتر على الطريق جينا هذا شرف لينا وشرف للجهة الشرقية انا نقوم حيت حنا جبنا النادي ديالنا وهذا شرف لينا باش نبينوا الهمس اللي في الرياضه ديالنا والقوه ديالنا هادشي اللي كاين. شنو الرساله اللي توجهها لهشام قروج ولجان مدير الماراثون هذا؟ كنتمنى انا هشام قروج زيد بينا القدام المدينه ديالكم يدير شي ماراثون في مدينه التاوري. اريد اريد سنة سي حفيظ بارك الله عليك انا وسيدي كنمشي بخير الامور سنة دقيقة وكنتمنى من هشام القروج انه يدير لنا شي ماراثون في مدينة تاورت باش يكون شارف عاوتاني في الجهة الشرقية داروا لنا في بركان وفي جدة وكنتمنى منه انه يعاودوا لنا في تاورت. من ناحية التنظيمية وكلشي كيفاش الماراثون مزيان؟ مزيان. وشنو هما المشاكل اللي واجهتهم؟ شويه الواحد كيعيا وصافي يعني فهاد زوين النشاط الحماس كل شيء تبارك الله عليهم. ما حسيتوش بشي حاجه غريبه انكم مقهورين ولا شي حاجه؟ لا ما حسينا بحتى شي حاجه احنا اصلا جينا هنا باش نمارسوا الرياضه ديالنا حيت حنا ديما كنتراني وصارف لينا اننا جينا وكان يعني ما عجبناش حالنا ما غنجيوش نكملوا. شكرا. يلا زيد شكرا. السلام عليكم. نصف الماراثون كان في المستوى التنظيم كان في المستوى كذلك رغم انه كانت شويه ديال الحراره اللي ما ساعدتنيش بواحد الشكل كبير ولكن بصفه عامه كانت تنظيم مزيان كان الامور كامله دايزه بخير ونتمنى ان شاء الله انه في الفرصه القادمه في السنه الماجيه ان شاء الله يكون التنظيم في هذا الشكل هذا ونتمنى ان شاء الله ننزل في الوقت اكثر. شكرا. المدن المجاوره كل شيء انهم يتجندوا في اللقاءات المقبله الجايه باش اننا كل شيء نساندوا هذا الماراثون انه ينجح والاشاعه ديالو في المدينه باش كما كانت بركان دائما السباقه في التنظيمات اللي عطات دائما
كمتسابقين بحال هشام الدروج وعدة اخرين عالميين. نتمنى ان شاء الله بركان دائما تكون الدخر ديال هاد البلاد في المزيد من العطاء والتوفيق ان شاء الله. رسالتك للبطل العالمي هشام الدروج. كان نشكره بزاف على الالتفات اللي دارها مدينه بركان، وان شاء الله نتمنى الاستمراريه ويكون الاشاعه اكثر ويساندنا عاوتاني هو كذلك منهم يجيب طاقه اخرى من البلاد برا لاش الناس البروفيسيونال. شكرا وان شاء الله التوفيق زادت. هذه المشاركه الثانيه وماراثون ديال بركان اللي كنتمنوا له التوفيق والنجاح بفضل العداء الكبير ديال هشام الكروج اللي غادي يعطي واحد الشحنه للشباب ديال المنطقه باش تستمر وتخرج لنا شي بطل اخر يكون احسن من يعني خير سلف خير خادم. ونتمنى ان يكون هذه المشاركه ديال هذا يشاركوا عدائين يعني المستوى الوطني ودولي والمغرب العربي مثلا باش يعطي واحد اشعاع للمدينه ديال بركان اللي هي مدينه العاصمه وخرجت الابطال لا في الكره ولا في الملاكمه ولا في ونتمناو للمدينه ديالنا باش تكون تزيد لقدام في هذا الماراثون ان شاء الله الرحمن الرحيم. الامام ومع تشجيعاتي الله يحفظك. صراحه المهم نقول له زايدو كيتحسن مقارنه بالسنه الماضيه والسنه اللي قبل. هذه تجربه للمدينه نفسو الشباب شويه تلاقاو فيه الطلعه الرياضيه بحال هذه، ونتمنى كثرنا بحال هذه المناسبات هذوك المره يجمعوا الشباب باش يتحركوا باش نلبسوا شويه مناسبه للرياضه للتدريب وكنشكركم. كنا سمعنا عده انتقادات في نصف ماراثون الدولي في بعض الصفحات، شنو اليوم انت يمكن تابعت شنو ما تابعتوش، ولكن كيفاش كتشوف التنظيم خلال هذه السنه هذه؟ ما نقارنوش التنظيم ديال مدينه بركان مدينه صغيره ونقارنوها بواحد التنظيم ديال المدن اللي هي كبيره. التنظيم عادي بسيط مقارنه بالمدينه، هذا الشيء اللي هذا هو جهدنا جهد المدينه. يعني انت راضي على التنظيم راضي على كل شيء؟ راضي على التنظيم راضي على كل شيء، ونتمنوهم يكثروا لنا كل مره يديروا لنا بحال هذه الدورات هنا. ماشي ضروري انه يكون نصف ماراثون 10 كيلومتر 5 كيلومتر في المدينه، واش حتى هو المضمار ماشي هو هذا. بالنسبه ل 10 كيلومتر من الافضل يديروا لنا مضمار دائري على المدينه كامله، ما يمكنش انك تمشي وتجي في الطريق. كاين اللي تكون غير الله مازال ما واصلش يدخل وسط الطريق يقول لك غادي يديرونجيك في جريب صحه العام. شكرا. هذه هي النقطه اللي سلبيه. شكرا. 10 كيلومتر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اعطينا الشعور ديالك كمشارك في هذا الموضوع. المضمار ماشي شويه عندنا خاص كنحسوا يكون ضايع في المدينه. كاين اللي يدخل في وسط الطريق يدخل في الطريق الاخرى ما يكملش ويدخلش. كيما قلت لك باش نجري. لا باس بها معاه احنا في المدينه. لا باس بها وشكرا للمنظمين على خاطر المدينه صغيره وهذا التظاهر نشاط في المدينه فعلا نشاط في المدينه. شنو تقول للسي هشام كيفاش غادي تنظم ديال هذا؟ نشكره بزاف على هذا التنظيم هذا وما ينسالاش كل عام ان شاء الله يعاود لنا هذا التظاهر. حنا فرحانين واخا انا اجي شاركت الحمد لله. الله يخليك. شكرا. السلام عليكم. انا فرحانه بزاف كنت شارك في الماراثون، ماشي هذه اول مره كنشارك في الماراثون الدولي في بركان. كنتمنى العام اللي فات شاركت واخا ما جيتش شويه ولكن اليوم غير مشاركه. كيفاش شفتي التنظيم خلال هذه السنه هذه؟ كان التنظيم مزيان في المستوى، كان حضور قريب من جميع انحاء المغرب. كيفاش كتشوفي المشاركات ديال المراه اليوم؟ كنشوف انا الام ديالك جات باش تساندك في هذا النصف ماراثون في هذه المشاركه ديالك. شوفي انا المراه اللي خدات لي داك الشيء اللي كانت باغيه شحال هذه وين كاين واحد التكافؤ بينها وبين الرجل. شنو تقولي لهشام قروج من خلال هذا النصف ماراثون الدولي؟ نقول له شكرا على هذا التقديم ديالو طلع يعني اي واحد يعني عنده قدره ولا شي حاجه اللي يديرها في هذا الماراثون. شكرا. السلام عليكم. السلام. تكلمينا عن المشاركة ديالك من نصف ماراثون الدولي اليوم. يعني أول مرة نشارك في ماراثون وكانت يعني مزيانة الحمد لله، ومع ذلك يعني المشاكل اللي واجهتها في لابيست ولا اسمه يعني اللي لا ما قدرناش نجريو يعني على كونتر من داكشي وحتى الحرارة كانت والشمس ديبار يعني خلاونا ساعات شكرا. راحتك. شكرا.